تعز تعاني من حصار خانق، أولا من حصار ميليشيات الحوثي، ثانيا من المشتقات النفطية والغاز بما يشمل البترول والغاز والديزل، وتعاني من حصار شامل بغلاء على الأسعار المنتجات الغذائية بشكل عام، بما وصل الدقيق إلى سعر 40,000، وكذلك البترول بما يقارب 32,000، وكل شيء مرتفع، فنحن نعاني من أزمة خانقة. إنما تعاني محافظة تعز من حصار للعام الثامن على التوالي، والذي تسبب بأزمة إنسانية الأولى على مستوى العالم. تعاني من انحصار وانعدام الخدمات، لا ماء، لا كهرباء، لا لا لا, لا نظافة، إضافة إلى انعدام الرواتب للشهر الثامن، والأفراد الجيش الوطني بدون رواتب. الحصار يخنقنا، انهيار العملة يزداد كل يوم، الأسعار في ارتفاع، الأسعار اليوم جنونية، أصبح الراتب لا يساوي قيمة الكيس الدقيق لأطفاله، المواطن المقاعة تجتاح المحافظة، وإضافة إلى ذلك الحصار المقيم الذي نعاني منه للعام الثامن، والعالم كله صامت.